بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عنوان المحاضرة، وكما سمعتم، حقوق الراعي وحقوق الرعية، وهو موضوع مهم. المسلمون بحاجة إلى معرفته والعمل به، لأن هذه الأمة حملها الله مسؤولية عظيمة نحو العالم، نحو البشرية. حملها الله أن تقوم بهذا الدين وتبلغه للعالم، لأن دين الإسلام ليس خاصا بالعرب، وإنما هو عام للبشرية، للعرب والعجم والجن والإنس. وهذا الدين لا بد له من تبليغ وحملة وجهاد ودعوة، فهو مسؤولية عظيمة حملها الله هذه الأمة المحمدية. ولهذا قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، جميع الناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة متحملة لمسؤولية عظيمة تجاه الأمم جميعا، أن تقوم بهذا الدين وأن تدعو إليه وأن تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر وتنشر الإيمان بالله عز وجل، تنشر العلم الشرعي. هذه مهمة هذه الأمة العظيمة. وهذه المهمة لا تتحقق إلا باجتماع الكلمة وعدم التفرق. لا بد أن تجتمع هذه الأمة وتتجنب الفرقة والاختلاف. قال تعالى: ولا تنازعوا وتفشلوا تذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فلا يمكن أن تقوم هذه الأمة بهذه المهمة العظيمة وهي متفرقة، لأنها إذا تفرقت اشتغلت بنفسها، اشتغلت بنفسها عن أن تقوم بهذا الأمر نحو غيرها. ولهذا يحرص الأعداء على تفريق هذه الأمة، لأنهم يعلمون أنها إذا اجتمعت فإنها لن تهزم ولن تغلب، وإنما ينتصرون عليها إذا تفرقت، تدخلوا فيها. فهم يحرصون دائما على تفريق الأمة وعدم اجتماعها، لأنهم ذاقوا من اجتماعها في الصدر الأول، ذاقوا الهزيمة أمامها، انتصار الأمة الإسلامية وانتشار دينها وحكمها على جميع أهل الأرض، وسقوط الأمم تحتها كفارس والروم. فهم يخشون من هذا، ولذلك دائما يحرصون على نشر الخلاف بين الأمة.
فليكن المسلمون على حذر من هذا، وأن يجتمعوا ويتآخوا في الله، وأن ينبذوا كل فرقة وخلاف، لأنهم ليسوا كغيرهم من أمم الأرض. ولا يتم هذا الاجتماع إلا بما جمع أول هذه الأمة. الذي جمع هذه الأمة هو العقيدة الصحيحة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك العقائد الفاسدة، ترك البدع والخرافات والمحدثات، تمسك بالكتاب والسنة، كما قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فالذي وحد هذه الأمة هو الاعتصام بالكتاب والسنة، هذا هو الذي وحدها، ولن تتوحد إلا بذلك، كما قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. والذي أصلح أولها هو الاعتصام بالكتاب والسنة والعقيدة الصحيحة تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، علما وعملا وتحقيقا. هذا هو الذي وحد أول هذه الأمة، ولن يوحد آخرها إلا ذلك. هذه ناحية، ناحية العقيدة الصحيحة والتمسك بالدين الصحيح وترك المخالفات الشرعية والبدع والمحدثات. الناحية الثانية وحدة الكلمة ووحدة الجماعة، أن يكونوا جماعة واحدة في عباداتهم وفي جميع أمورهم، يكونون جماعة واحدة ولا يكونون أحزابا وشيعا وفرقا، كل حزب بما لديهم فرحون، كما كانت الأمم السابقة، بل هم أمة واحدة. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، أمة واحدة كالجسد الواحد وكالبنيان يشد بعضه بعضا، كما شبههم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون نظر إلى العرق واللون والجنس، بل النظر إلى الدين الإسلامي والعقيدة الصحيحة، كما قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. فلا نظر إلى القبليات أو العرقيات أو الألوان، وإنما النظر إلى العقيدة الصحيحة والدين الصحيح، من أي لون ومن أي جنس. هكذا الذي وحد سلمان الفارسي وبلال الحبشي وصهيب الرومي، وحدهم مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسادة الأمة، جعلهم أمة واحدة، هو الذي يوحد بقية هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة. ولهذا يربينا الإسلام على الاجتماع، يربينا على الاجتماع في الصلوات الخمس
وفي الجمعة وفي الحج نصلي جميعا اليوم والليلة 5 مرات، صلي الجمعة جميعا، الحج جميعا في وقت واحد وفي مكان واحد، ومكان العبادة واحد وهو الكعبة المشرفة والمشاعر المطهرة، نجتمع فيها جميعا زمانا ومكانا وعبادة واحدة، حتى في اللباس، حتى في اللباس المسلمون في لباس واحد في الإحرام، لا ميزة لملك ولا لصعلوك، كلهم بلباس واحد وينادون بنداء واحد، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ها هذا شعار الإسلام، وهذا هو التوحيد، توحيد الجماعة وتوحيد الرب والخالق سبحانه بالعبادة، هذا المطلوب من الأمة الإسلامية، أن تكون أمة واحدة مجتمعة في العقيدة وفي العبادة وفي جميع أمورها. وهذا الاجتماع لا يتحقق إلا بقيادة، إلا بقيادة واحدة، لأن يكون المسلمون تحت قيادة واحدة. ولهذا في الآيات التي سمعتم من الإمام وفقه الله، وهي قوله تعالى: إن الله يأمركم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. جمع الله السياسة الشرعية في هاتين الآيتين، الآية الأولى في حق الولاة، والآية الثانية في حق الرعية. ولهذا كتب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في معنى هاتين الآيتين رسالة أو كتابا مستقلا، سماها السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. فقوله تعالى: إن الله يأمركم، هذا خطاب لولاة الأمور، خطاب لولاة الأمور بالدرجة الأولى، وإن كان خطابا أيضا لبقية المسلمين، لكنه بالدرجة الأولى يعني ولاة الأمور، أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمانات أن تؤدوا يعني أن تدفعوا وتسندوا، تسند الأمانات إلى أهلها. والأمانات هنا جمع أمانة، وأعظمها الأمانة التي بين العبد وبين ربه بعبادته وحده لا شريك له، كما قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والمراد بالأمانة هنا جميع التكاليف الشرعية، فهي أمانة بين العبد وبين ربه يجب عليه القيام بها، هذا أعظم الأمانات ما بين العبد وبين ربه. ثم الأمانات التي بين العبد وبين الناس، وفي طليعة أولئك الناس ولاة الأمور، فإن الله حملهم أمانة وهي المسؤولية، المسؤولية. فسياسة الناس، سياسة الناس بالشريعة أمانة عظيمة في أعناق ولاة الأمور. ولهذا قال: أن تؤدوا الأمانات
إلى أهلها. والأمانات هي المسؤوليات، لأن ولي الأمر لا يستطيع القيام بكل مهام الدولة، لا يستطيع أن يقوم بكل المهام في الدولة، فلا بد أن يتخذ موظفين، ولا بد أن يتخذ أمراء، ولا بد أن يتخذ عمالا على الزكاة وجبايتها، ولا بد أن يتخذ موظفين لقضاء أعمال الرعية ومعاملات الرعية من القضاة والمفتين والأمراء، أمراء الأقاليم والمناطق والموظفين في الدوائر، كل هؤلاء من أعوان ولي الأمر، كلهم من أعوان ولي الأمر. فيجب على ولي الأمر أن يختار لهذه المهام أحسن من يجد، أن يختار لهذه المهام والأعمال أحسن من يجد في رعيته من المؤهلين. ولهذا قال إلى أهلها، يعني يجعل في الأعمال مؤهلين للقيام بهذه الأعمال، كل بحسب عمله لا بد أن يكون مؤهلا. هذا واجب الوالي، أن يختار للأعمال الرعوية أحسن من يجده للقيام بها من ذوي الكفاءات المؤهلين، لا يحابي بها، من أجل أن يقوم هؤلاء بأعمالهم على الوجه المطلوب الذي تنتظم به المصالح وتندفع به المفاسد. فإذا اجتهد ولي الأمر واختار للأعمال أحسن من يجده، بقيت المسؤولية على نفس الموظف، نفس الموظف الذي اختاره ولي الأمر، لأن ولي الأمر أسند هذه المسؤولية إليه وجعلها في رقبته. فمهمة ولي الأمر انتهت باختيار الكفء الصالح للعمل. تأتي مسؤولية الشخص الذي يختاره ولي الأمر لأي عمل من الأعمال، فالعمل أمانة في ذمته، أمانة في ذمته وفي رقبته، عليه أن يقوم به وأن يكون ناصحا، ناصحا لله ولرسوله، ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فالوالي الذي يوليه ولي الأمر على عمل من الأعمال التي لها مساس بالرعية أو مساس بتنفيذ الأحكام الشرعية، هذه أمانة عظيمة في ذمة الراعي أن يسندها إلى أهلها، ثم في ذمة المسند إليه أن يقوم بهذا العمل على الوجه المطلوب، وأن يكون عند حسن ظن ولي الأمر، لا يتساهل في أداء مهمته، لا يحابي أحدا، لا يرتشي يأخذ الرشوة على عمله، لا يتأخر عن الدوام ويعطل أعمال الناس، لا يقدم أحدا على أحد بغير حق، لا يعرقل المعاملات ويتعب المراجعين. هذه أمانة حمله إياها ولي الأمر، فيجب عليه أن يؤدي هذه الأمانة، هذه مسؤولية عظيمة. ليس الغرض من الوظيفة أنك تحصل فلوس أو مرتبة أو تترفع في وظيفتك أو تمدح أمام الناس، ليس هذا هو الغرض، الغرض أن هذه أمانة
تراقب الله فيها وتؤديها كما تحملتها، فهي ليست مجرد وظيفة أو مجرد مرتبة، وإنما هي مسؤولية حملك إياها ولي الأمر، ولو أنك لم تولى عليها لكان أسلم لك، لكن لما وليت إياها ابتليت، فعليك أن تتخلص منها بأن تؤديها على المطلوب. هذا هو المقصود. الله سمى الأعمال الوظيفية سماها أمانة، أمانة يجب أداؤها، أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وتكون ناصحا لولي الأمر، مبرئا لذمته، وتكون ناصحا لنفسك أيضا مبرئا لذمتك، وتكون نافعا للمجتمع خادما لهم. هذا هو المطلوب من كل موظف مهما كانت وظيفته، تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذه واحدة من حقوق الرعية على الراعي، أن يولي عليهم ويختار لهم من يقوم بأعمالهم على الوجه المطلوب. القضية الثانية مما يجب على ولاة الأمور، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فولي الأمر حاكم، هذا مقتضى ولايته، هو حاكم، فيجب عليها أن يحكم بين الناس بالعدل لا بالحيف والجور والظلم، ينصف المظلوم من الظالم ويؤدي الحقوق إلى مستحقيها، لأن الناس لابد يحصل بينهم اختلاف، لازم يحصل بينهم نزاع، فلا بد أن يحكم بينهم في العدل. وهذا النزاع ليس مقصورا على الأموال، بل النزاع في العقائد، والنزاع في المذاهب، والنزاع في الأموال، كل ذلك من أنواع النزاعات، كما في الآية الأخرى التي بعدها: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وكما في قوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي. والله أنزل الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. الكتاب وهو القرآن والسنة لا يحكم بمجرد أنه كتاب، بل لا بد أن يحكمه الحاكم بين الناس. الكتاب إنما هو مرجع، كتاب والسنة مرجع، ووجوده مجرد وجوده بين الناس لا يكفي، لا بد أن يطبق، ولا بد أن ينفذ، ولا بد أن يحكم به، وإلا فاليهود والنصارى هلكوا وبينهم التوراة والإنجيل، لما لم يحكموا التوراة والإنجيل هلكوا. كذلك هذه الأمة إذا لم تحكم القرآن والسنة فإنها تهلك، وإن كان القرآن موجودا والسنة موجودة. وإذا حكمتم بين الناس، هذا يعم الوالي الإمام الأعظم، ويعم نواب الإمام، نواب الإمام لأنهم يمثلون دور الإمام من القضاة والمفتين والموظفين في أي دائرة، كلهم مخاطبون بقوله: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وبماذا يتحقق العدل؟ ما هو بالرأي ولا بالفكر، وإنما العدل يتحقق بتنفيذ الكتاب والسنة. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. فالله لم يكلنا إلى أفكارنا وإلى أهوائنا وإلى رغباتنا واجتهاداتنا، وإنما أمرنا بتحكيم القرآن والسنة، لأنهما يتضمنان العدل. حكم هو حكم الله جل وعلا،
وحكمه العدل سبحانه وتعالى. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل الذي هو الإنصاف، من غير حيف ومن غير مراعاة لأحد الخصوم دون الآخر، بل يكون الخصوم أمامك سواء والمراجعون أمام الموظف سواء. الله لا فضل لابن تاجر أو ابن ملك على صعلوك أو على فقير، لا فضل، لا فضل لأحدهما على الآخر في أن يحكم بينهم العدل. فيجب تطبيق العدل على الجميع. إذا حكمتم بين الناس أيا كان هؤلاء الناس، ولو كانوا طبقات، ولو كان غني ولو كان غنيا مع فقير، أو ملك مع صعلوك، أو عالم مع جاهل، أو عربي مع أعجمي، إنما ننفذ العدل بينهم، ننفذ العدل بينهم. هذا حكم الله سبحانه وتعالى بين عباده. وأنت مجرد، أنت مجرد منفذ لكتاب الله وسنة رسوله، إن كان عندك معرفة، وإن لم يكن عندك معرفة فتخلى عن ذلك وكلها إلى من هو أعلم منك، لأن هذه مسؤولية. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ولا يكون العدل إلا بالكتاب والسنة، لا يكون بالقوانين ولا يكون بالأنظمة، مهما كانت من التطور والرقي فإنها وضع بشر، يدخلها النقص، يدخلها الهوى، يدخلها الضعف. وإنما الذي يضمن العدل هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يضمن العدل لمن عرفه ونفذه. وكل الناس يرضون بهذا، من كان في قلبه إيمان فإنه يرضى بذلك، يرضى بحكم الله ورسوله. أما المنافق فإنه يكره. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أما أهل النفاق فهم إن كان الحق لهم رضوا، وإن كان الحق عليهم سخطوا. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. وفي الآية الأخرى من سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني فيما اختلفوا فيه، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه صفة المؤمنين. وليس التحكيم للقرآن خاص بالنزاعات المالية، هذا جزء من التحكيم، لكن بالدرجة الأولى تحكيم القرآن والسنة في العقائد. إذا اختلف اثنان في أمر العقيدة، أو طائفة مع طائفة، أو مذهب مع مذهب في أمر العقيدة، فلا بد من تحكيم القرآن والسنة بينهم. ويجب على المخالف أن يقبل ويرضى ويرجع إلى الصواب، هذا أهم من مسألة المال. فتحكيم الكتاب والسنة عام في جميع النزاعات. وما اختلفتم فيه من شيء، أي شيء، في العقيدة، في المذاهب الفقهية، في الأموال، في أي شيء، لابد من الحكم بالقرآن والسنة. ولا يحسم النزاع ويحقق العدل إلا الكتاب والسنة، لا الأنظمة ولا القوانين ولا الأعراف القبلية، لا تحقق العدل والإنصاف، وحتى الناس ما يرضون بها، ولا يجوز للمؤمن أن يرضى بها، إنما يرضى بحكم الله ورسوله. هذا هو الذي يضمن العدل ويضمن رضا المؤمنين. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هذا واجب الرعاة والولاة أيا كان منصبهم، عاما
أو خاصا، هذا واجب. ثم إنه وجه الأمر إلى الرعية فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فيجب على الرعية أن تطيع ولاة الأمور ولا تختلف عليها ولا تعصي ولي الأمر، إلا إذا صار الصادر من ولي الأمر فيه مخالفة للشرع فإنه لا يطاع في المخالفة، لكن يطاع في غيرها مما لا مخالفة فيه. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف. قال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا قدر أنه يصدر مخالفة من ولي الأمر في بعض الأمور فإنه ينبه على ذلك ويقال: هذا مخالف للكتاب والسنة. فإن أصر فإنه لا يطاع في هذا الأمر، لا يطاع في المخالفة، لكن يطاع في بقية الأمور التي لا مخالفة فيها. وليس معنى أنه إذا أخطأ مرة أو أصر على خطأ مرة أنها تنخلع طاعته، لا، طاعته باقية وولايته باقية، لكن لا يطاع في المعصية. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن المطاع المطلق هو الله جل وعلا أو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول مبلغ عن الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، الرسول مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالطاعة المطلقة هي لله ولرسوله، أما غيره فإنه يطاع في طاعة الله عز وجل. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن هم أولو الأمر؟ أولو الأمر هم الحكام الذين ولاهم الله الحكم بين الناس، هؤلاء هم أولو الأمر من السلاطين والملوك والرؤساء المؤمنين، ومن العلماء، ومن العلماء أيضا. فكلمة أولي الأمر تشمل أولي الأمر السياسي وهم الملوك والرؤساء ونوابهم، وتشمل أيضا أولي الأمر من العلماء الذين يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تجب طاعتهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أما إذا حصل مخالفة لولي الأمر، حصل مخالفة لولي الأمر فإن هذا فساد في الأرض، فساد في الأرض. ولهذا جاء الأمر بقتال البغاة وهم الذين يخرجون على ولي الأمر، جاء الأمر بقتال الخوارج وقتال البغاة وقتال قطاع الطرق. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. هذه في قطاع الطرق الذين يخلون بالأمن ويعطلون المسافرين بين البلدان مصالح الناس، وكذلك البغاة. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة
فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هذه في قتال البغاة، وهم الذين يخرجون عن طاعة ولي الأمر. وكذلك الخوارج الذين يخرجون عن طاعة ولي الأمر، هؤلاء يجب قتالهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم. قال: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هؤلاء الخوارج، وقد قاتلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفيذا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه قتالا نصره الله عليهم به وأفرح المسلمين وحقق أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في أن من قتلهم فله أجر. وفرح بذلك أمير المؤمنين علي والمسلمون معه، فرحوا بأن الله أظهرهم على الخوارج، لأنهم يفسدون في الأرض ويشتتون الرعية، وعندئذ إذا انحل النظام وانحل الأمر، حصلت سفك الدماء والفوضى وضياع الأموال والأعراض، وتفرقت الكلمة، فهم يفسدون في عملهم. وإن كانوا يظنون أنهم ينكرون المنكر ويصلحون، هؤلاء مفسدون في الأرض. فلذلك يجب قتال الثلاث: الخوارج، البغاة، قطاع الطرق، كل هؤلاء، لأنهم يفسدون كلمة المسلمين ويسببون الفوضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من جاءكم وأمركم جميع على واحد منكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. فهذا كله من تحقيق المصلحة والعدالة وجمع الكلمة ودرء المفاسد وإعطاء الحقوق لأصحابها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الأمور والمصالح لا تتحقق إلا باجتماع الكلمة تحت ولي أمر واحد. لا نقول ولي أمر واحد بجميع الناس جميع الأرض، هذا إن أمكن فهو طيب، لكن ما هو بلازم هذا. فإذا حصل إنه يكون عدة ملوك في أقاليم وأقطار، كما حصل بعد انقضاء عصر الصحابة والتابعين، وجد دول إسلامية كل دولة لها والي، فكل دولة تطيع الوالي الذي عليها. فهو بلازم يجتمعون كلهم، إن حصل هذا طيب، وإما حصل فكل ولاية لها حكمها، كل ولاية لها حكمها. وهذا شيء أجمع عليه المسلمون. كان في الأندلس دولة، وكان في الجزيرة دولة إسلامية، وكان دولة الأموية والدولة العباسية والدولة الأموية في الأندلس. وهذا شيء لم يعرقل العمل الإسلامي. المهم أن ولي الأمر أيا كان، سواء عاما أو خاصة في إقليم، أن يعمل بهذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. سواء كان واليا عاما أو واليا على إقليم أو على قطعة من الأرض، فمسؤوليته باقية. فالحاصل أن هذه الأمة بحاجة إلى أن تفهم هذه الأمور، وأن لا تصغي إلى الدعايات الباطلة والمذاهب المنحرفة التي يروج لها الكفار. الكفار يؤزون الخلافات بين المسلمين، ويحبون أن تظهر الفرق الضالة على أهل السنة والجماعة، لأنهم يعلمون أن هذا فيه فساد الإسلام والمسلمين. فعلى المسلمين أن يحذروا هذا. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين يقول فاتقوا الله، يقول جل وعلا: فاتقوا الله وأصلحوا
ذات بينكم، أصلحوا ذات بينكم، لا تبقوا على خلافكم وعلى تفرقكم، أصلحوا أصلحوا ذات بينكم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وفي الآية الأخرى يقول والصلح خير، فالخلاف يعالج بأمرين: أولاً بالإصلاح، إذا أمكن، فإذا لم يمكن الإصلاح فلا بد من الحسم وهو القتال. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فلا يجوز التهاون في هذه الأمور، ولا يجوز لأحد ممن ينتسب إلى العلم أن ينفخ النزاع بين الناس، بل عليه أن يصلح، بين المختلفين من المسلمين، وأن يسعى في الإصلاح وتقارب الكلمة واجتماع الكلمة مهما أمكن ذلك. كل مسؤول عن هذا بحسب مقدرته واستطاعته وعلمه. فإذا لم يكن عنده علم فإنه يسكت ولا يتدخل فيما لا يفهمه وما لا يعنيه، لأنه مسؤول عن كلامه وما يترتب عليه. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. على المسلم إنه لا يتكلم إلا بخير وإصلاح ودعوة إلى الخير، ولا يتكلم فيما يفرق المسلمين ويوقد العداوة بين المسلمين. فهذه كلمات قلتها في هذا الموضوع، فإن تكن صوابا فالحمد لله وله الفضل والمنة، وإن كان فيها خطأ فأستغفر الله وأتوب إليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فضيلة الشيخ، هنا مجموعة كبيرة من الأسئلة في موضوعات متعددة، فإن رأيتم أن نقدم الأسئلة التي لها علاقة بالمحاضرة. نعم، هو كذلك. سائل يقول: ما حكم من استهزأ بولي الأمر واتهمه بسرقة الأموال ويتكلم بذلك أمام العوام، ما موقفنا منه؟ سمعتم بعض الكلام في هذا، أنه لا يجوز السعي في الإفساد. ولي الأمر ولو أخطأ، لأنه ما هو معصوم، يحصل من خطأ، فعلاج ذلك ليس بالكلام في المجالس، لأن هذا يوقد الفتنة ويغر الصدور ويشيع الشر. لكن من كان عنده علم فإنه يناصح ولي الأمر، يناصحه سرا بينه وبينه، إما بالمشافهة أو بالكتابة أو بأن يوصي من يتصل بولي الأمر ويبلغه النصيحة. أما الكلام في أخطائهم في المجالس هذا أمر لا يجوز، وهذا لا يحقق مصلحة، وإنما يحقق مفسدة ويسبب اختلافا بين الناس وسوء ظن بعض الناس ببعض وينشر الفتنة. فهذا الكلام لا يجوز، وهو من أسباب الفتنة. الله جل وعلا يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ينشرونه في الناس، الناس ما عندهم حل ولا عقل، أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فالذي عنده نصيحة لولاة الأمور يقدمها لهم بصفة سرية ولا ينشرها على الناس، يشهر الأخطاء. لا يجوز تشهير الأخطاء بين أفراد الناس، بل يناصح المخطئ من أفراد الناس بدون تشهير وبدون تعيير. فكيف بولي الأمر؟ ولي الأمر أولى بأن لا يشهر في أخطائه، وقد تكون أنت المخطئ ولي الأمر على صواب، لأنك ما تعرف وجوه الأمور ولا تعرف الأسباب ولا تعرف. فعليك أن تتفاهم مع ولي الأمر بالنصيحة لأن لا يشهر في أخطائه.
وقد تكون أنت المخطي ولي الأمر على صواب، لأنك ما تعرف وجوه الأمور ولا تعرف الأسباب ولا تعرف، فعليك أن تتفاهم مع ولي الأمر بالنصيحة وتبلغه ما تراه، ثم هو تكون المسؤولية عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. هنا سؤال آخر عن العلماء، يقول بعض الناس إذا رأى عالما يأمر بطاعة ولي الأمر أو أثنى على ولي الأمر بأمر من الأمور اتهمه بأنه عالم السلطة وعالم المال، فما تقديم فضيلته في هذا؟ كل حسابه على الله سبحانه وتعالى، وكل سيحاسبه الله على كلامه. فالذي يتهم العلماء بهذه التهمة، العلماء الذين يحاولون جمع كلمة المسلمين على ولاة أمورهم لأجل المصلحة العامة، لأجل المصلحة العامة، ما هو لأجل مصلحته هو، وإنما لأجل جمع الكلمة والمصلحة العامة. فالذي يثني على ولاة الأمور بالخير هذا محسن، يريد جمع الكلمة، وهذا من النصيحة لولاة الأمور، أنك تدفع الغيبة عنهم وتذكر محاسنهم ولا تذكر أخطاءهم عند الناس، لأن هذا لا يحقق مصلحة وإنما يحقق مضرة خالصة. الناس ماذا يصنعون؟ ماذا يصنع الناس الذين تجلس معهم وتحدث معهم؟ لا يصنعون شيئا. فالكلام في هذه الأمور ينظر إلى عواقبه وما يجر إليه من المفاسد، ولا تطلق لسانك، ربما تكون كما ذكرنا أنت المخطئ وأنت الذي فهمت خطأ. والله جل وعلا يقول وإن جاء يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا في عموم الناس، فكيف بولاة الأمور؟ يجب التثبت في الأمور، يجب التثبت في الأمور، فإذا تبين الخطأ فإنه يعالج بالحكمة، يعالج بما يناسب، ولا يعالج بالتشهير والإذاعة أذاعوه، جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ما يعالج بالإذاعة والنشر بين الناس، حتى في أفراد الناس ما يجوز تشيع أخطاءهم ولا يجوز تغتابهم، لكن النصيحة شيء آخر، أن تناصحهم فيما بينك وبينهم هذا أمر مطلوب، الدين النصيحة. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، وما يعني توجيهكم في من يقول لماذا لا يظهر العلماء أنهم يناصحون الولاة ويؤثرون عليهم حتى يدروا التهمة عن أنفسهم أنهم لا يقومون بالواجب؟ هذا لا يجوز، إن العلماء يبينون أخطاء الحكام ويقولون نصحناهم وقلنا لهم، هذا ما يجوز، هذه أسرار، هذه أسرار من الأمانة التي سمعتم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ومن الأمانات الأسرار، الأسرار التي تكون بين الناس لا تبلغ للناس وتنشر، فنصيحة ولاة الأمور من العلماء هذه أمور سرية ولا يطلع عليها الناس، واللي بيتكلم يبي يتكلم، المنافقون سيتكلمون حتى لو أخبرتهم أنك نصحت ولي الأمر، هم سيتكلمون، لأن النفاق يحملهم على هذا، يحبون الكلام، فلن يقطع ألسنتهم إلا الأدب الشرعي. نعم. جزاكم الله خيرا. وهناك مجموعة كبيرة من الأسئلة يسأل أصحابها عن واجب المسلم الذي لا حول له ولا قوة عندما يرى ويسمع ما يحدث لإخواننا المستضعفين في أقطار الأرض، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه النصيحة والدعاء لإخوانه المسلمين، فإذا كان بإمكانه أن ينصحهم ويبين لهم طريق الصواب، يبلغهم طريق الصواب في هذه الأمور يبلغهم، وإذا كان لا يستطيع عليه بالدعاء أن يصلح الله أحوال المسلمين وأن يكف شر أعداء الدين. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، إن تفضلتم بذكر كلمة للإخوة هنا بشأن من ينتقد
ولاة الأمر عندما يرى أنهم لم يقوموا بما يراه هو، مراعين بذلك مصلحة حفظ بيضة الأمة والحفاظ على ما تبقى فيها من خير، فيظنون أن هذا من تواطؤ الحكام مع أعداء الأمة. هذا أجبنا عنه، قلنا الواجب على المسلم أن يدعو لولاة الأمور بالصلاح والهداية والتوفيق، هذه ناحية. الناحية الثانية، إذا قدر على مناصحتهم سرا بينهم وبينه فإنه يناصحهم ويبلغهم الأمور التي قد تخفى على ولي الأمر. ولي الأمر ما يعلم الغيب، قد يحصل خلل أو خطأ في الرعية هو ما يدري عنه، يبلغ إياه، قال حصل في المكان الفلاني مخالفة كذا وحصل، يبلغ عن هذه الأمور. هذا من التعاون على البر والتقوى. فالمسلم يكون أداة إصلاح وأداة خير، ولا يكون أداة شر وإفساد وإشاعة للأخطاء وكتم للمحاسن. هذا لا يكون، هذا شأن المنافقين، هذا شأن المنافقين، هم الذين يكتمون المحاسن ويشيعون الأخطاء بين المسلمين. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. المسؤول في الإدارة والمدير في المدرسة والمعلم في فصل، هل هؤلاء يعدون فيعدون فيما أذن لهم ولي الأمر من صلاحيات من ولاة الأمر في هذا الباب؟ نعم، هذا هؤلاء مولون من الأمر ما يتناسب مع وظيفتهم، فهم مولون لبعض الأمور. تدريس هذا أمر، هذا أمر من الأمور. الموظف في دائرته هذا مولن أمر حل المعاملات وإنجاز معاملات الناس، هذا من الأمر. فكل واحد مولن من الأمر شيئا فعليه أن يقوم به، وهو أمانة في عنقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذا يسأل عن من يقول بأنه إذا فسق الإمام أو ظلم فإن أهل السنة والجماعة اختلفوا في جواز الخروج عليه، فما قولكم في هذا؟ هذا كذاب. أهل السنة والجماعة لم يختلفوا أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر ما دام أنه لم يكفر، لم يخرج من الدين. مجرد الخطأ الذي لا يصل إلى حد الكفر لا يجيز الخروج عليه، هذا ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. وإنما الذين أجازوا عليه الخروج عليه لمجرد خطأ هؤلاء المعتزلة والخوارج، وهؤلاء ليسوا من أهل السنة والجماعة، هؤلاء معتزلة أو خوارج وليسوا من أهل السنة والجماعة، ولا يعتبر خلافهم في هذا لأنه خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا يقول نرجو من فضيلتكم أن تعطينا بإجمال موجز ما هي الحقوق التي علينا تجاه ولاة أمرنا. مجملها السمع والطاعة وعدم إشاعة أخطائهم والدعاء لهم، هذا من حقوقهم علينا، أن ندعو لهم بالصلاح والاستقامة، لأن صلاحهم صلاح للإسلام والمسلمين، فندعو لهم بالصلاح. ومن حقوقهم علينا أن نقوم بالأعمال التي يولوننا عليها وأن نؤديها على الوجه المطلوب، فهذا من حقوقهم علينا. الدعاء لهم بالصلاح، مناصحتهم، إيصال النصيحة إليهم، القيام بالأعمال التي يولوننا عليها على الوجه المطلوب، هذا من حقوقهم علينا. نعم. جزاكم الله خيراً. وهذا يقول هل إذا أنكرت على ولي الأمر بقلبي لعمل منكر ظاهر هل أكون قد أبرأت ذمتي؟ أول شيء كما ذكرنا، بعض الناس يعتقد بعض الأشياء خطأ وهي ليست في خطأ، لأنه ما يدري عن الأحوال ولا يدري عن الملابسات، فربما يتوهم أن أحدا أخطأ، ولي الأمر أو غيره، في حين أنه هو المخطئ ولم يخطئ المتهم. فعليه أولا أن يتثبت هل هذا خطأ ولا ما هو خطأ. فإذا ثبت أنه خطأ عليه أنه يحاول عذر
المخطي إنه ما بلغه الشيء هذا، إنه جهله، إنه يحاول عذره في الخطأ. الأمر الثالث إذا قدر على نصيحته وعلى بيان الصواب له فإنه يلزمه ذلك بحسب استطاعته. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وأنت لا تستطيع مع ولاة الأمور إلا المناصحة فيما بينك وبينهم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ، بسرتم في محاضرتكم أنه لا بأس أن تعقد البيعة في عدة أقطار وبلدان في هذا العصر لأمراء وملوك ورؤساء متعددين، فلماذا إذن تمنع البيعة لأمراء الأحزاب؟ ما هم أمراء، أمراء الأحزاب ما هم أمراء، ما هم أمراء. المراد الأمراء على العموم، على عموم الناس، ما هم على حزبهم فقط. نعم، هؤلاء أمراء تفريق، أمراء تفريق بين الناس، لا يجوز هذا. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فريحون، هذا من التفرق. فلا بيعة إلا لولي الأمر العام، لولي الأمر العام لا للأحزاب. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول ديننا حث على الاجتماع وحذر من التفرق، وهذا ظاهر في نصوص الكتاب والسنة. ويقول ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذه الأمة ستختلف إلى 73 فرقة، فهل هذا الحديث صحيح؟ لأنني سمعت بعض المشايخ يضعفه. الحديث صحيح بمجموع طرقه، وقد بين العلماء الحفاظ أن له طرقا كثيرة وأنه صحيح، حديث صحيح، ومعناه الإخبار والتحذير، فهو خبر بمعنى التحذير لا مجرد خبر أنه ستفترق الأمة، وإنما معناه التحذير أنه إذا حصل الاختلاف فالزموا الحق، هذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا حصل الاختلاف فالزموا الحق والسنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قوله إلا واحدة إيش معناه؟ معناه أن نكون مع هذه الواحدة ولا نذهب مع الفرق، إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابه. وهو صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك لأجل أن المسلم يكون على حذر، وإذا حصل هذا الشيء يكون مع أهل السنة والجماعة، من كان على مثل ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم، وأنه بلغ البلاغ المبين وما ترك شيئا إلا بينه للناس عليه الصلاة والسلام، ما تركهم عند الاختلاف أن يضيعوا، بل رسم لهم الخط. قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا هو الخط. والله جل وعلا يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، دل على أنه لا بد أن يكون هناك سبل، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نعم. جزاكم الله خيرا. وماذا عن من يحتج بهذا الحديث ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف أمته بأنها ستختلف، وهذا يدل على أن هؤلاء الفرق لديهم وجهة نظر، فيجب علينا أن نحترمها؟ هذا ليس إقرارا من الرسول صلى الله عليه وسلم على التفرق، هذا ليس إقرارا، وإنما هو إنكار، إنكار للتفرق، ووصية بأنه إذا حدث أننا نلزم الطريق الصحيح. لم يقل كل يبقى على ما هو عليه، ما قال هذا، مثل هل يقول كل واحد يعذر الآخر؟ لا، ما نعذر المخالف، ما نعذر، بل ننصحه بأن يرجع إلى الحق. هذا الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم، أننا نرد الاختلاف إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فنلزمه. وهذا هو قول الله جل وعلا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فليقولون تحترم الآراء والأقوال، هذا غلط، ما يحترم إلا الحق، وأما الباطل
فإنه لا يحترم، بل يبين بطلانه ويفند ويحذر الناس منه. ولا تهلك الأمة لو كل بقي على خطأه وقل يعذر ولا تقولوا له شيء ولا تبينون، تهلك الأمة في هذا. نعم. وهذا يسأل يقول: إذا كان الراعي لا يقيم شرع الله ويمكنه ويحكم القوانين الوضعية، فهل له طاعة؟ هذا حسب الاستطاعة وحسب المقدرة. فإذا كنت تقدر على الهجرة من أرضه إلى هجرة الإسلام والمسلمين إلى بلاد الإسلام والمسلمين تكون معهم، فإنه يجب عليك الهجرة. وإذا لم تقدر على الهجرة فتمسك بدينك وتبقى، وأنت لا ترضى بما عليه الكفار والمخالفون للشرع، ما ترضى بهذا في قلبك ودينك، لكن تقيم بقدر الضرورة فقط مع التمسك بدينك. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، ما هي الأسباب التي أدت إلى ضعف الأمة الإسلامية؟ هل هو ضعف تمسك المسلمين بدينهم أم أن الحكام لم يقوموا بواجبهم؟ دائما نلقي اللوم على الحكام ولا ننظر أنفسنا، هذه مصيبة. الإنسان يناظر خطأه هو أولا قبل غيره، كل مسؤول عن خطأه وكل مسؤول عن ذنبه وكل مسؤول، فنحن نلوم أنفسنا أولا ونحاسب أنفسنا أولا، ثم نناصح الآخرين. وفي مقدمة من تجب نصيحتهم الحكام بالطرق الشرعية، هذا هو الواجب علينا. أما أننا ما ننظر إلا إلى أخطاء الناس وأخطاء الحكام ولا ننظر لأخطائنا، فهذا أمر خطير جدا. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يسأل يقول: هل يجوز لأهل السنة والجماعة أن يجتمعوا مع أصحاب الفرق المنحرفة بحجة تقوية المسلمين ضد أعدائهم ممن هم من غير المسلمين؟ هذا يختلف. إذا كان المخالفون مخالفتهم لم تصل إلى حد الكفر وإنما هي دون ذلك، فهؤلاء يجتمع معهم، لأن كلهم مسلمون وإن كانوا مختلفين في بعض الأمور، لكن خلافهم لا يصل إلى حد الكفر. هؤلاء مسلمون يجتمع معهم وهم أمة واحدة مع المناصحة والتعليم ونشر التعليم الصحيح لعلهم يرجعون إلى الصواب. أما إذا كان الأمر وصل إلى حد الكفر فنحن لا نجتمع مع الكفار وهم أعداؤنا، ولو كانوا ينتسبون إلينا، ومجرد الانتساب لا يكفي، الكافر عدو للمسلم، فلا نجتمع مع أعدائنا. أما إذا كان إن المخالفة لا تصل إلى حد الكفر وإنما هي فسق أو معصية، فهؤلاء نجتمع معهم لكن مع المناصحة ومع البيان، لعل الله أن يهدم من يشاء منهم. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا يحتج بحدث تاريخي، يقول هكذا: خرج معاوية على علي، فكيف نقول انه لا يجوز الخروج على الحال؟ يا اخي، ما خرج معاويه على علي رضي الله عن الجميع، وانما معاويه ومن معه يطالبون بدم عثمان، ولا قالوا ان علي ما هو بوالي، ولم يخالفوا في ولايته او يشقوا عصا الطاعه، وانما قالوا انهم يطالبون بدم عثمان لانه مظلوم، هذا حجتهم. فالقول بأنهم خرجوا على علي هذا ما هو صحيح، هؤلاء ما هو صحيح، إنما هم يطالبون بدم عثمان، عاد سواء أخطأوا أو أصابوا، لكن ما نحكم عليهم بأنهم خوارج. الخوارج غيرهم، الخوارج الذين يكفرون المسلمين، يستحلون دماء المسلمين. هل معاوية رضي الله عنه ومن معه يكفرون المسلمين أو يكفرون عليا؟ حاشا وكلا، فهم ليسوا خوارج. نعم. جزاكم الله خيرا على هذا الإيضاح والبيان. وهذا يسأل يقول إن الإمام الذي لا بد
أن تلزم الإمام الذي تلزم له السبت يلزم له السبت والطاعة هو الإمام الذي تجتمع عليه جميع الأمة، فما قولكم بهذا؟ هذا غلط، ما هو على إطلاقه. الإمامة تنعقد بأحد أمور، إما أن تجتمع الأمة ويختارونه كما اختاروا أبا بكر رضي الله عنه، وإما أن الإمام الذي اختارته الأمة اختار وليا للعهد يقوم من بعده كما اختار أبو بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأطاعت له الأمة، وإما أن يكون ولي الأمر تغلب بالقوة وهو مسلم، هو مسلم تغلب بالقوة وأخذ الأمر فهذا يطاع كما حصل لعبد الملك بن مروان، هذا الذي ذكره العلماء في مسألة انعقاد الولاية، إما أن يكون بمبايعة أهل الحل والعقد، ما هو كل الناس لازم يوافقون، يكفي أهل الحل والعقد كالذين بايعوا أبا بكر الصديق لزمت طاعته على جميع الناس ولو لم يحضروا ولم يبايعوا يكفون أهل الحل والعقد، أو إن ولي الأمر يختار من بعده فتلزم طاعة الذي يكون من بعده لأنه صلاحية في هذا كما اختار أبو بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو يكون بالتغلب وهو مسلم، فإذا تغلب ولم يبقى له منازع وتغلب تجب طاعته جمعا للكلمة كما حصل في عهد عبد الملك بن مروان. نعم، فيجب أن الإنسان يتفقه في هذه الأمور، لا يأخذ أقوال المخالفين أو هو يعتمد على فكره ورأيه دون رجوع إلى كلام أهل العلم. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل عن حكم أخذ العلم عن أهل البدع، يقول إنه في القنوات الفضائية يظهر بعض المبتدعة ممن عرف عنهم أنهم من القبورية يقول كلاما مرققا ومؤثرا في النفوس، وبعضهم يحتج بأن أبا هريرة رضي الله عنه أخذ العلم من الشيطان، فما دام أن أبا هريرة أخذ العلم من الشيطان فإنه يجوز أن نأخذ العلم من هذا المبتدع. انظروا يا عباد الله كيف يبلغ الجهل بأهله، أبو هريرة الصحابي الجليل يأخذ العلم عن الشيطان، حاشا وكلا، وهذا يجب عليه أنه يستغفر عن هذا الكلام القبيح والاتهام الخطير. أبو هريرة ما أخذ العلم عن الشيطان، هذه مسألة أن الشيطان قال له، وكان يرصد التمر، تمر الزكاة، أكان الشيطان يأتي ويعبث بالتمر ويمسكه ثم يقول أنا صاحب عائلة وأنا فقير خلنا هالمرة ولا أرجع، تكرر منه هذا، في الأخير قال لا أبلغن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا أذهبن بك إلى رسول الله، قال له دعني وأعلمك كلمات ينفعك الله بها، إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لا يقربك شيطان حتى تصبح، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي هو الذي أقر على ذلك، فأبو هريرة أخذ من الرسول صلى الله عليه وسلم أن آية الكرسي أنها تحمي من قرأها عند النوم من أن يقربه شيطان، ما أخذ كلام الشيطان بل رجع إلى الرسول وسأله عن ذلك، فأقر الرسول صلى الله عليه وسلم فضيلة آية الكرسي لأن هذا مما أوحاه الله إليه لا مما قاله الشيطان، فهو أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا المتكلم أن يتقي الله، هذا نتيجة الجهل يستنبط بفكره دون رجوع إلى كلام أهل العلم، وهذا من سوء أو من ثمرات احتقار أهل العلم واحتقار كلامهم، بلغ به إلى أنه يقول أن الصحابي يأخذ عن الشيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. جزاكم الله خيرا على هذا الإيضاح. وهذا سائل بل مجموعة أسئلة تسأل عن حكم حل السحر بالسحر. يا إخوان، هذه قضية الناس المسلمون مجمعون على تحريم السحر وعمله، تحريم الذهاب إلى السحرة والكهان، المسلمون مجمعون على هذا، لكن سلط الله واحد من طلبة العلم وأفتى بأنه يجوز الذهاب إلى السحرة وتخطى العلماء وتخطى أهل العلم، هذا خطأ منه، نسأل الله أن يهديه ويرده إلى الصواب وأن لا يعود لمثل هذه المغالطات،
فأهل هذه البلاد بعلمائها وطلبة العلم والمسلمون عموما يعتقدون إنكار هذا القول وهذه الفتوى. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا سؤال يعني البلوى تعم به بسبب تهاون كثير من الناس به، وهو أن يأتي الموظف إلى مكان وظيفته، مطلوب منه أن يأتي في وقت معين. نعم. مطلوب منه أن يأتي في وقت معين. نعم. فيأتي متأخرا ويوقع أنه جاء في الوقت المطلوب، أو يطلب من زميله أن يدخل البطاقة الدوام في الآلة وكأنه هو الحاضر وهو ليس بحاضر، فما حكم هذا الفعل وما حكم الراتب الذي يستلمه على أنه وفى ما عليه بينما هو قد أنقص من ساعات العمل؟ هذا ارتكب جريمتين. الجريمة الأخرى الأولى تأخره عن العمل الذي مطلوب منه الحضور في أول وقت الدوام، فهو تأخر وأخذ مقابله بغير حق، هذه جريمة. الجريمة الثانية أنه كذب. هو لو اعترف بخطئه كان أسهل، لكن أتبع الخطأ بالكذب وأنه حضر في أول الدوام وأنه ما تأخر، هاتان جريمتان خطيرتان ولا يجوز له يعمل هذا الشيء. عليه الحضور، وإذا تخلف من غير عذر فلا يحل له راتبه أو ما يقابل، لا يحل له ما يقابل تأخره، لا يحل له إلا ما يقابل عمله وحضوره، إلا إذا كان معذورا لمرض أو السيارة تعطلت في الطريق، عنده عذر هذا لا بأس، معذور، أو النظام يسوغ له التأخر، إذا كان ما النظام يبيح له التأخر وليس معذورا شرعا فلا يجوز أن يتبع الخطأ بالكذب أيضا. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل يقول: نحن مجموعة يربطنا عمل في مسجد، ونصوم الاثنين والخميس ونفطر سويا، فجاءنا من قال لنا إنما تقومون به بدعة. إذا كان اجتماعكم على الإفطار لأنكم تعملون في مكان وحان وقت الإفطار فأفطرتم جميعا فهذا لا شيء فيه، أما إذا كنتم متفرقين في بيوتكم أو في أمكنة وتجتمعون علشان الإفطار فهذا لا شك أنه لا وجه له، ربما يؤول إلى البدعة، ربما يظن الناس أن هذا مشروع وهو غير مشروع. فإذا كان هذا الاجتماع نتيجة أنكم تعملون في المكان وحان الإفطار وأنتم في المكان تفطرون جميعا، أما إذا كنتم تقصدون الاجتماع للإفطار فهذا أمر غير مشروع وقد يؤول إلى البدعة فيما بعد، يعتقده الناس أن هذا شيء مشروع. نعم. هذا أخونا مؤذن المسجد يسأل يقول: ماذا عن يعني وضع السفر في رمضان للناس يفطروا في المساجد؟ لا بأس بذلك إذا أمن المسجد من التلويث، إذا أمن من التلويث وبقاء الأطعمة فيه ونظف هذا لا بأس به. نعم. وهل يلزم أن تكون هذه الموائد التي تفرش في رمضان يعني من يستفيد منها الفقراء فقط، أم يمكن لغيرهم أن يستفيد منها؟ اللي مغنيها الله يأكل في بيته، واللي ما له بيت أو مار طريق حتى ولو كان غني يأكل، إذا كان عابر سبيل أو مار الطريق وبيته بعيد يبي يفطر معهم لا بأس، أما إذا كان بيته قريب يفطر في بيته ويترك هذا للفقراء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء على ما قدمتم.